خلص بقى وصال، طولي بالك. ما عم بيروح من بالي هالإحساس، ما عم بيروح من راسي رنة الموبايل وأنا بغرفة الماما. أنا اللي قتلته يا ربا، أنا اللي قتلت أبي، مات مقهور مني. لا تفكري هيك وصال، الأعمار بإيد الله. بعدين مثل ما قلك صلاح، أنتوا ما غلطتوا. ما بعرف، ما بعرف شي، بس اللي بعرفه إنه مات مقهور مني وغضبان علي. روي روي خلاص. لك صرت راح أقرأ جوزي ونحن ما قلنا 10 أيام متجوزين. بعرف إنه ما له ذنب المسكين، بس إنه هاي الجوازة هي اللي قتلته لأبي. هي أصحك تفكري بهي الطريقة، هيك رح تخرب حياتك كلها. الزلمة شو ذنبه؟ عم قلك بعرف إنه ما له ذنب، بس أنا هيك عم حس. قديشك كنتي متعلقة بأبوكي لكان؟ الله يرحمه ويسامحه، بحياتي ما سمعت منه كلمة حلوة، بس بالنهاية بيضلوا أبي. يوبر قلبي صلاح، هون عم بينام؟ ايه؟ ايه بتبدأ تتحسوس على دمها هديك. مين؟ مرت أبي، قاعدة بالبيت ولا سألي على حدا. أنا بعرف إنك قضيتي منها كتير، بس يعني كمان بيت جوزة للمخلوقة وين بدها تروح بحالها؟ لكان ابنه يتشنطط هيك؟ هذا مو حكي.